يعني تبعت هذه الدعوات للتيار الصدري بإقامة صلاة موحدة، الأمر الذي أثار مخاوف من تجدد الاشتباكات على غرار ما جرى في الجمعة الماضية. كيف تنظرون إلى هذه الدعوات من التيار الصدري، وكيف ينظر متظاهرو تشرين إلى هذا الحراك السياسي الجديد الذي ينادي به التيار الصدري؟ يعني بداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم مساء النور. ولمشاهدي قناة الغد. بالحقيقة يعني واضح أنه التيار الصدري يقوم بمهمة إنهاء حركة الاحتجاج، تصفية حركة الاحتجاج، لأنه كان المتضرر الرئيسي منها. يعني طوال السنوات الماضية كان التيار الصدري يمارس لعبة مزدوجة، هو من جهة مهيمن على الحكومة، هو الذي يعني جاء برؤساء الحكومة على الأقل السيد عادل عبد المهدي ثم السيد الكاظمي، كلاهما كان من اختيار التيار الصدري، والتيار الصدري كان داعما لهما بشكل كامل. ومن جهة ثانية كان يحتكر الشارع ويصر على احتكار الشارع واستخدامه لابتزاز الحكومة في حال يعني وجود أي مشكلة بينها. لأول مرة بعد حراك تشرين اكتشف التيار الصدري أنه لم يعد يمتلك هذا الشارع، لم يعد يحتكر هذا الشارع، وبالتالي هو قفز إلى حركة الاحتجاج لم يكن مشارك فيها في الأيام الأولى. ربما كان بعض الأفراد مشتركين فيها يعني ينتمون إلى التيار الصدري، ولكن التيار كمجموعة عقائدية كتيار سياسي لم يكن مشاركا في حركة الاحتجاج في بدايتها. ولكن كالعادة، كما حدث في حراك عام 2011، كما حصل في حراك 2015، حصل في عام 2019 أن التيار الصدري يدخل إلى حركة الاحتجاج ويحاول أن يجيرها لصالحها، أن يستخدمها لصالحها. ومن الواضح أنه هو استنفذ هذه الحاجة من حركة الاحتجاج، لهذا هو سعى منذ شباط الماضي، يعني منذ فبراير الماضي، لإنهاء حركة الاحتجاج، خاصة بعد أن قدم يعني في حينها مرشح لرئاسة المجلس الوزراء هو محمد توفيق علاوي. نتذكر عندما قامت القبعات الزرق باحتلال المطعم التركي في ساحة التحرير، عندما قامت القبعات الزرق باقتحام ساحة الاحتجاج في مدينة النجف وكان هناك قتلى، وأخيرا اقتحام ساحة الحبوبي. واضح أن التيار الصدري يقوم بمهمة إنهاء حركة الاحتجاج، تصفية حركة الاحتجاج، لأنه يعتقد أنها يعني ربما الخطر الرئيسي ضده، لأنه يفقد احتكار الشارع من جهة، ولأنه يعتقد أنه يجب الحفاظ على مكاسب داخل السلطة. طيب. وأن حركة الاحتجاج هذه قد تؤثر على هذه المصالح. يعني